يعني بحضراتكم مرة أخرى بيشرفني وينورني في هذه الفقرة واحد من نجوم نادي الزمالك الكبار السابقين، واحد من الأسماء الكبيرة التي لعبت لنادي الزمالك، وكمان مدرب محترم جدا ومدرب سابق لنادي سموحة. يشرفني وينورني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن أحمد صالح. كابتن أحمد صباح الفل عليك، مشرف ومنور. يا كابتن كريم صباح الخير وصباح الخير على كل مشاهدين اون سبورت. مشرفني ومنورني حبيبي يا كابتن كريم. أمورك كويسة؟ لا الحمد لله بفضل الله كويس. الأمور كلها كويسة. كويس. طب عايز أبدأ معاك قبل ما أخش لتفاصيلك أنت الشخصية ولعب الكورة والتدريب في حال نادي الزمالك. انت اكيد متابع الفتره الاخيره تصريحات رئيس نادي الزمالك، اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، والازمات اللي بيعيشها نادي الزمالك تحديدا ازمات ماليه وبشكل واضح جدا. تعليقك انت على الوضع القائم بشكل عام وبعد كده هنتكلم تفصيلا. يعني هو ده وضع طبيعي، اول ما نادي الزمالك ياخد بطوله دايما بيحصل فيه مشاكل، او في مشاكل دايما اداريه في نادي الزمالك، وسببها الرئيسي هي النواحي الماديه. يعني الارقام بقت عاليه جدا جدا الفترة اللي فاتت، واللي بيدفع ثمن الكلام ده كله هو جماهير نادي الزمالك. الناس ما بتلحقش تفرح يعني بصراحة. يعني خدنا الدوري الناس ما احتفلتش بسبب ان التنظيم ما كانش بالشكل المظبوط. نفس الكلام بعد ما الدوري خلص حصل مشاكل كتير جدا بالنواحي المادية، تجديد لعيبة او اعراض او فالجهاز بيمشي كابتن اسامة وعم مقصود. ففي حاجات كتير في نادي الزمالك سببها الماديات. يعني الماديات، فلازم يكون في موارد ماديه كبيره لنادي الزمالك. لازم الموارد الماديه دي تكون منين؟ اللي يوفرها مجلس الاداره. ايا كان بقى مجلس الاداره اللي يبقى موجود، اللي يوافق ان هو يمسك رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. لازم كل ايا كان المجلس اللي موجود او اللجنه اللي موجوده هتترشح تاني وتنجح او مش هتترشح تاني، اي حد هيجي تاني لازم يكون في موارد ماديه كبيرة جدا جدا. أرقام اللعيبة عدت بطريقة غير طبيعية. أنا دلوقتي جيت لجنة مؤقتة في نادي الزمالك، هل أنا هقدر ألم فلوس دلوقتي في نادي الزمالك، أو أنا هخلق موارد جديده أو هنشئ موارد جديده؟ أنا هقدر أعمل ده؟ أنت لو موجود في لجنة موجودة في الفترة الحالية أو جاية بشكل موضح هتقدر تعمل ده؟ لا صعب طبعا. يعني لجنة 4 شهور. أنا بشكرهم كمان، جابوا بطولات كتير نادي الزمالك في جميع الألعاب، جايبين بطولات يعني كتر خيرهم. طبعا بقول لهم الف مبروك الدوري طبعا، لكن حته الموارد الماديه دي او الفلوس الفتره اللي فاتت في نادي الزمالك، تجديد لعيبه او عايز تجيب لعيبه او تمشي لعيبه او ترجع مجاز. انت من الشخصيات الصريحه جدا. تمام. انا كنت بسال النهارده في المقدمه، هو يفضل لحد امتى؟ انا من زمان من واحنا بنشاف في نادي الزمالك، كنت لعبت في نادي الزمالك وفي ظروف صعبه وظروف ماليه صعبه، لحد امتى الزمالك هيتقال انه عنده مشاكل في الموارد الماليه وعنده ازمات؟ وده نادي الزمالك بشعبيه نادي الزمالك، بامور تسويقيه، بحاجات بسيطه تقدر تجيب فلوس لنادي الزمالك عشان هو عنده جماهيريه كبيره جدا. ليه دايما الزمالك عنده ازمات ماليه؟ اولا كان في الفترات اللي فاتت ايامنا احنا، كان في وكاله الاهرام بتبقى داعمه دايما للنادي الاهلي. الموارد برضو الماديه بتاعتك بتبقى اقل بحجه ان انت كنت مركز ثاني، ف كذا سنه كده او تفاصيل معينه هتلاقي دايما. ما فيش يا كابتن احمد. لا ما اقصدش، انا اقصد يعني ما فيش دلوقتي وكاله الاهرام. لا ايوه ما اقصدش انت كشركه دلوقتي او كانوا بيتكلم ان انت لازم انت تكون الاول عشان تجيب اعلانات اكتر، تجيب موارد اكتر، تجيب فلوس اكتر. طب نادي الزمالك الاول دلوقتي. اتمنى بقى المجلس اللي يجي يشوف موضوع الموارد ده، ان كان بقى في الشركه اللي موجوده الراعيه اللي بتصرف على الدوري وبيدفعوا ارقام كبيره جدا جدا يعني، وناس عامله شغل كبير جدا جدا في الدوري. لكن اتمنى من نادي الزمالك الناس المسؤوله اللي هتمسك، الجماهير المفروض ما تحسش بالازمات الماديه. صح. الجمهور ماليش دعوه. يعني انا كمتفرج انا مالي، انا ليا فرقتي تكون كوره تكسب كوره، لان انت كمسؤول المفروض انت كمسؤول توفر لي الكلام ده. انت جاي نادي الزمالك عشان تشتغل في حته الموارد الماديه. صح. توفر لي فريق كويس، توفر لي اعراض كويسه، توفر لي اكسب، اخد دوري واخد كاس واخد افريقيا يعني. صح. ده اللي انت تقدر توفر. لكن الناس او الجماهير يوصل لها ان انت عندك ازمه ماديه في اوضه اللبس او في المجلس او في اي حته او في الجهاز اتخانق عشان في مشكله، او ده الجماهير المفروض ما تعرفوش. دي حاجه المفروض في بيتك، المفروض الكلام ده كله ما يطلعش. حتى لو في ازمات ماديه يبقى في حلول. ما يطلعش ازاي ورئيس النادي يطالب جماهير نادي الزمالك بالتبرع لنادي الزمالك عشان انقاذ وضع صعب؟ يعني هو بيتعامل مع جماهير نادي الزمالك ان هم جزء من هذه المنظومه، منظومه نادي الزمالك، فانا محتاج دعمكم. ما انا معترض جدا جدا على ان الجماهير تتبرع حتى بجنيه. طب ما اللي يتبرع الاول هو اللعيب. اللعيب اللي بياخد 40 مليون و20 مليون، طب ما يقول هاخد 2 مليون. يعني ده المفروض هو اللي يتبرع، مش الجماهير خالص. انا مش معاها خالص. ممكن يدفع حق تذكره، ب 1000 جنيه التذكره. هي التذكره مثلا ب 20 و30 جنيه. لا هو في هتعمل فيها كده الناس اللي قادره تدفع وعندهم موارد كويسه او بيحب نادي الزمالك هيدفع ال 1000 جنيه ويبقى مبسوط ورايح. طب ما هيجي يقول لك خلينا برضو انا بحاول اخد الراي على فكره انا مع رايك ده بس خلينا ناخد الراي الثاني. يقول لك انه انا كلاعب كوره انا جاي دلوقتي نادي الزمالك هاخد 20 مليون جنيه في السنه، في نادي ثاني هيدينا 40 مليون جنيه في السنه، فانا اصلا جاي مضحي مع نادي الزمالك، فانت عايز كمان تنزل من 20 مليون جنيه دول انا ماليش علاقه. هو بالطريقه دي او بالمفهوم ده انا ما بحبوش العب في نادي الزمالك. لو هو جاي عشان الفلوس بس انا مش عايزه. كجماهير نادي الزمالك انا عايز حد يحب نادي الزمالك، يحب كيان نادي الزمالك، يحب يعمل اسم لنفسه، يحب ياخد بطولات. ده اللاعب اللي تلاقيه في نادي الزمالك وده موجود كتير. النوعيه دي موجوده اصلا، موجود مش بتكلم عن نادي الزمالك بس، بتكلم على باقي النوعيه اللي هو بيحب. في فئه كبيره طبعا هتمشي ورا الفلوس. الارقام عدت بطريقه غير طبيعيه، خلينا نكون صراحه يعني. ناس كتير بتمشي عشان الماديات وارقام فلكيه. في لاعب يقول لك انا عامل سنتين وامن مستقبله ومستقبل ولادي، لكن في لاعيبه برضو عارفه ان الرزق بتاع ربنا مهما لعبت سنه او اتنين او 10 سنين فالرزق بتاع ربنا كده كده مش هتاخد غير رزقك. فالنوعيه دي برضو موجود منها كتير، فانت لازم تدور على لعيبه. طب ما في لعيبه في الممتاز بتلعب وبتشتغل ب 50,000 جنيه في السنه و30,000 جنيه في السنه، ونفس المجهود بيبذله ده نفس المجهود بيبذله ده. بس هيقول لك انا جيت نادي الزمالك بقى. طبعا لا طبعا ده حقه تماما. كل لعيب حقه ان هو يطلع اللي هو عايزه طالما بيجي له عروض ثانيه. ده حقك. سوق حقك. انا ما اقدرش اقول له لا. صح. لكن انا عايز اللاعب اللي يجي لي نادي الزمالك انا يكون عنده حته ان هو عايز يجيب بطوله، عايز دايما المكسب، عايز دايما ان هو يعمل اسم لنفسه، يحب جماهير نادي الزمالك، يحب النادي اللي هو بيلعب فيه. لكن هتيجي تلعب لي سنه وتقول انا كذا وجاي لي الاهلي وجاي لي كل الانديه طب ما انت فين قبل نادي الزمالك كنت فين؟ صح. ما فيش يعني. نادي الزمالك بيلمعك ويعمل لك اسمك ويعمل لك تاريخ ان كان لعيبه او مجالس ادارات او اي حد، فكل ده بيكبر بجماهير نادي الزمالك. فلازم الناس دي تقدر جماهير نادي الزمالك. انا مش مع حته التبرعات خالص. دلوقتي من الحاجات اللي قالها برضو رئيس نادي الزمالك وداس فيها على الجرح قوي، انه رموز النادي مش متفقين، مش متجمعين، مش مفيش حب واضح، يعني مش ورا النادي. بصراحه انت قاري دوت او حاسس بده او لامس ده؟ لا هو عشان برضو في بعض الناس هي اللي ثابته، في بعض الناس ثابته مفيش تغيير، هم هيبقوا موجودين. فلازم انا يعني ايه يا كابتن احمد؟ يعني احنا بنتكلم على بعض الرموز الثابته. يعني في 100 ناس لعبت، 100 واحد لعب، 100 ناس رمز. لكن انا مش مع حته الرمز. ما تقوليش رمز. رمز ده اللي يبذل كسره جهده في حب النادي. بيلعب ما بيفرقش معاه ماديات، بيلعب ما بيفرقش معاه الا المكسب، ما بيفرقش معاه الا خدمه ناديه. طبعا ماديات هتبقى موجوده وبياخد عقده طبعا وبياخد فلوسه وبياخد مكافآت وبياخد كل حاجه طبعا. لكن ما تبقاش هي لو النادي وقع شويه ما تستحملش النادي. ما تقوليش رمز. وخلينا نكون صراحه، انا صريح. اهلي وزمالك واي حته هي المصلحه الشخصيه اهم حاجه. ما تقوليش مصلحه نادي، ما تقوليش مصلحه مصر حتى. الناس كلها بتدور او معظم الناس او 90% من الناس على مصلحته الشخصيه والفلوس اللي داخله له فقط لا غير. هنقعد بقى نقول رمز، هتقعد تقول لي حب الكيان وحب ما فيش الكلام ده الا من رحم ربنا. بس الناس المفروض اللي بتشتغل جوه نادي الزمالك او النادي الاهلي او اي نادي يعني اكتر ناس منتفعين. ده المفروض ان هم بيشتغلوا تطوعي. ما هو اكتر واحد منتفع. بس هو بيشتغل تطوعي. ما هو اشتغل قد ايه في النادي وخد فلوس قد ايه من النادي وخد شهره قد ايه من النادي. ما ده اكتر ناس منتفعه يعني. يعني تقصد منتفعه كصوره كل شيء. يعني مش ماليه صوره وماديات. لا طبعا ماديات. ما هو بس ماشي يعني رايك، بس انا اقصد انه مش رايي، ده واقع. انا ده واقع يعني اقصد الواقع بالنسبه لي وده حقه برضه. ما اقصدش الواقع بالنسبه لي انا ان في بعض الناس بتيجي تشتغل تطوعي على ضوء اللي انا شايفه. ماشي تمام. في تطوعي وانا ماشي يعني. لا انا اقصد ان انت مش عجباني. ما اقصدش انت شايف وانا شايف يعني. انا متفهم رايك على فكره. مش لا انت عارف ان انا ان رايي هو صح. انا عارف. بس في واحد متطوع بس متطوع بهدف. يعني الله اعلم بالنوايا بس ممكن. لا لا ما فيش. طبيعي طبيعي طبيعي. هو متطوع قدام الناس متطوع، لكن في اهداف تانية اخرى موجوده. ماشي يعني. بس يعني خلينا نقول انه في النهايه النوايا عند الله طبعا. والله اعلم. طبعاً. والله اعلم. بس الا من رحم ربي طبعا. الا من رحم ربي يعني. على الاقل خلينا نحط انه في بعض الناس فعلا بيحبوا يشتغلوا عمل تطوعي، بيحبوا النادي هنا او هنا. زي ما انت لسه كنت قايل في 90% على الاقل ممكن ما يكونوش بيعملوا كده، بس في 10% في ناس بتحب النادي. طب انت لو جيت بكره تشتغل في نادي الزمالك هتشتغل ازاي؟ انا لما لعبت نادي الزمالك اتبرعت من جيبي بفلوس نادي الزمالك. واول لعيب في العالم يمضي 6 سنين على بعض ب 200,000 جنيه بالضرايب. 6 سنين. فهي بتبقى على حسب كل شخصيه وكل بيت وكل واحد وتربيته او انا ما بيفرقش معايا موضوع الماديات بشكل كبير في التدريب او في او انا بلعب، مش شرط نادي الزمالك كمان. انا شخصيتي كده في اي نادي كده. لكن انا سبت فلوس نادي الزمالك لان انا عايز العب في نادي الزمالك. اتمنى ان انا اكون اسمي مرتبط بنادي الزمالك من وانا صغير وانا بفكر كده، وده اللي حصل معايا. واحد تاني عايز يلعب نادي الزمالك عشان فلوس، واحد تاني عايز شهره، واحد تاني عايز، على حسب كل شخص. لكن انا كانت بالنسبه لي انا طبعا لو ربع ساعه في نادي الزمالك. انا على فكره اشتغلت 5 سنين في نادي الزمالك كمدرب ناشئين، قطاعات الناشئين كلها يعني. دلوقتي؟ لا، ومسكت مستبعدين مره مع مستر جروس. كنت ماسك 2001 والمستبعدين. وليه بعدت شويه دلوقتي؟ لان انا لما حد بيطلبني، انا مش من الناس اللي بروح اقعد في النادي واستنى حد يقول لي كذا او نروح نكلم حد، ماليش في الكلام ده خالص. انا انت اتصلت عليا عايزني اخدمك، تمام، لان انا بشتغل باخلاص. لكن انا موضوع الوكلاء حتى معايا، الوكلاء بالنسبه لي ما بي في 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 نفور بيني وبينهم يعني. ليه بقى؟ كتير من المدربين يقولوا لي احنا مش بنعرف نتعامل مع وكلاء اللاعبين. لان انا من الناس اللي هي بجيب اللعيب المظبوط بس. ماليش ان انت خد 3 لعيبه عديهم او 4 لعيبه عديهم والباقي تشتغل بيه، ماليش في الكلام ده. فدي دايما عامله لي صعوبه، عامله لي مشكله كبيره. طيب كابتن احمد، لما انت بتقول لي كده تمام بتحسسني انه برضو اللي بيشتغلوا في الدوري المصري كلهم بيعملوا اللي انت قلته ده. لا لا لا، مش كله. في ناس بتعمل كده طبعا. نسبه 50%. و50% ما بقاش يعمل كده عشان هو عدى المرحله دي. بس كان بيعملها. كان طبعا. طبعا. انت وديته يعني شركتهم كلهم. لا طبعا، انا بقول لك، انا صريح، انا بقول لك اللي بيحصل والواقع واللي موجود. في ناس كتير مش معروفه خالص، مدربين كويسين جدا جدا وشاطرين جدا جدا، بس مش قادر يشتغل، محدش قادر يوديه في حته بتاعته. فاهم. رزق، انت هتشتغل شويه شويه، هنا في مشاكل عشان انت في سكتك انت كده واضح وصريح. فده الواضح وصريح المفروض العكس نمسك فيه. صح. احنا ما بنعملش كده، بتحاول تبعده تطيره. طيب عايز ارجع معاك لنادي الزمالك، وما كنتش عايز اقطعك في الاول خالص. انت اول جمله بدات بيها قلت ده الطبيعي لما بنكسب بطوله، لما الزمالك بيكسب بطوله بيحصل كده. طب هو الطبيعي بيبقى ايه لما بتخسر بطوله؟ يعني انت لما الطبيعي لما بتكسب بطوله الامور تبقى اهدى واحسن واجمل. لا انا شايف نادي الزمالك يعني بيبقى في مشكله شويه يعني. الجماهير يعني مثلا انت كسبت، خدت البطوله، صح، او اخر مباراه المفروض في تنظيم يتعمل من المسؤولين في اتحاد الكوره والوزاره ونادي الزمالك، يبقى في تنسيق ويتعمل، ما حصلش. ما ده برضو انت بتقتل فرحه جماهير نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. دي حاجه بسيطه جدا. بعد كده حصل بقى الاحداث كلها بتيجي، فمشكله بالنسبه لي. بس يا كابتن احمد برضو انا بصراحه بحاول اخد الراي الثاني، يعني مش شرط اكون مختلف معاك، انا ممكن ابقى مع رايك بس بحاول اخد الراي الثاني. هي حد يقول لك ده نادي الزمالك نفسه مش عارف يحتفل بالفريق، يعني الكابتن حسين ده بيتكلم على دي معاك، يعني بس برضو لها علاقه بالماديات. يا عم النادي الاهلي يعمل احتفاليه مثلا ما خدش بطوله الفتره الاخيره، خد افريقيا. طبعا. لا انا بتكلم على اليومين اللي فاتوا. ده الزمالك هو اللي واخد بطوله، المفروض اللي يعني تقصد اللي يعمل كده مين؟ هو نادي الزمالك دلوقتي واخد بطوله اخر حاجه، فالمفروض يبقى نادي الزمالك هو اللي فرحان وجماهير نادي الزمالك. صح. الاهلي بيعرف يدير الحته دي، بيعرف يعمل القصه دي. عملوا احتفال وخلى شكل الناس كلها والناس كلها فرحانه، وده حقهم الطبيعي وانا بحييهم جدا ان هو يقدر يفرح جماهير ويقدر يفرح يرجع الناس تاني. حتى الفرقه كانت محبطه بعد الالعاب عنده اللي هي سله واليد، الناس محبطه، وانت نادي الزمالك هو اللي واخد البطولات دي وهو مش عارف يفرح. ما دي مشكله كبيره. صح. ان انت ما فيش حد قادر يفرح جماهير نادي الزمالك، ده صعبه جدا تاخد بطوله زعلان. وعندك بتتكلم على ازمات ومشاكل. طبعا، وانت اللي واخد بطولاته وشغال بشكل كويس. النادي الاهلي بيعرف يفرح جماهيره، اداره الاهلي بتعرف تفرح جماهيرها. فانا بشكرهم على كده، ان هو يقدر يحط الناس في حته ثانيه. عمل افتتاح للجراج، جاب الوزير افتتاح الجراج. عمل احتفاليه، جاب الوزير. بيقدر يشغل نفسه، بيقدر يشغل جمهوره، بيقدر يخلي الناس يعني. كان في كم واحد في الاحتفاليه بتاعت نادي الاهلي؟ عدد ضخم جدا. طيب لما تسمح بقى بالجماهير تخش المدرجات. دي تفصيله مهمه، بس هنا خد بالك انه في النادي الاهلي الاحتفاليه كانت رموز ونجوم واعلاميين وصحفي. انا بحاول برضو اخد كل الاراء. كانت في كل فئات في مصر كل فئات مصر حتى رؤساء انديه موجوده، بس ما كانش فيه جماهير. وبما ان ما فيش جماهير لا انا مختلف معاك بقى في دي. ما كانش في جماهير في الاحتفاليه. لا انا مختلف معاك، ماليش دعوه بالجماهير، ما يعتبر دول جماهير. ما العدد ايه هي هي المشكله في ان دول يبقوا جماهير ولا مسؤولين. ممكن تسمع وجهه نظري اللي ممكن ما تبقاش وجهه نظري، وجهه النظر الاخرى انه ديت فيها اجراءات احترازيه محطوطه معينه تقدر تسيطر على اللي داخلين كويس، لكن في جماهير كوره، جماهير في مدرجات ممكن ما تسيطرش بشكل كويس. لا مش معاك مش معاك، مختلف معاك. عامه عشان برضه ما يبقاش رايي يبدو وكاني مش عايز جماهير في المدرجات. انا نفسي الجماهير تخش المدرجات امبارح، الله اعلم بصاحب القرار والمسؤول في هذا الامر، وكل الامور هتبقى هو شايف اكتر مني، بس كلنا انا وانت وكل الناس عايزين الجماهير. انا بس بحاول معاك افكر بكل وجهات النظر. انا شايف الناس كانت زحمه جدا، والجمهور كلها الناس كلها عماله تصور مع بعض باعداد كبيره جدا، وما كانش في اي حاجه من انواع الحاجات الاحترازيه خالص يعني. حتى لو في واحد لابس كمامه او لكن معظم الناس لا. فاولى الجماهير تخش يعني ان شاء الله. يعني زيك، بس برضه بخاف انا الكلام هو بيتقال يتصاغ انه كان كريم مش عايز جماهير تروح المدرجات. انا نفسي اصلا اروح المدرجات زيك يعني كلنا يعني. طيب خلينا تاني نكمل مع نادي الزمالك وقصه النجاح اللي عمله الزمالك مع نهايه الموسم والفوز بالدوري الممتاز. جماهير نادي الزمالك دايما بتسال، هو النجاح ده هيستمر؟ هو احنا ممكن نكسب دوري موسمين ورا بعض، نقدر نحقق انجازات ورا بعض، عندنا فريق محترم جدا فممكن نكسب، ولا المشاكل اللي دايره ديت والازمات اللي دايره دي ممكن تغطي على الفريق في الدوري السنه الجايه؟ تاثر طبعا، المشاكل تاثر طبعا، بس هي رقم واحد من النواحي الماديه. احنا طول عمرنا في نادي الزمالك في مشاكل في الاداره، لكن احنا ايامنا احنا الجيل بتاعنا كان قافل على نفسه، بيعرف يجيب بطوله، بيعرف يكسب. الفتره الاخيره كان الجهاز اللي موجود دلوقتي واللعيبه دي انا بشكرهم جدا، لعيبه رجاله ولعيبه استحملت كتير جدا، وكان في لحد دلوقتي ما خدوش فلوسهم كامله بتاع السنه اللي فاتت، في كل واحد ليه نسب لسه معينه في العقد يعني. لكن اشتغلوا وقفلوا على نفسهم بشكل كويس وقدروا ياخدوا بطوله في ظل الظروف دي، وكان برضو في مشاكل، لكن اللعيبه كويسه، اللعبه المعدن بتاعها كويس. فانا اتمنى ان مفيش حد يمشي منهم، اتمنى ان احنا نقدر نجدد اللعبه كلها، اتمنى ان بن شرقي يبقى موجود. اتوقع يعني انه الزمالك يقدر يجدد لاشرف بن شرقي؟ حاسس او متوقع؟ لا مش متوقع. لا مش متوقع. بالشرط الجزائي اللي اشرف بن شرقي حاطه، ان انت تحط شرط جزائي $1,000,000 ما سهل بن شرقي يجيبه من اي حته، اي فرقه ده في اي فرقه في مصر، مش قالوا الزمالك واحد زي ده يعني احسن لعيب طرف في الدوري المصري كله ومش هيجيب $1,000,000 يعني. لا صعب صعب. هو برضه بن شرقي ذكي، هو بيلاعب نادي الزمالك او بيلاعب الاداره، مش عايز اقول لهم لا عشان الجماهير وهجدد، ايوه بس حط لي $1,000,000. طب انت كده ما جددتش. صح بالعكس، ده انت كده يعني هو بيلاعب الجماهير. انا بحبه جدا على فكره. طب ما فيش حد ما بيحبش، لكن هو برضه بيلعب بذكاء شويه مع نادي الزمالك. طب انت هتاخد المبلغ اللي انت هتاخده، مبلغ كبير جدا من نادي الزمالك المقدم بتاعك، يبقى ليه شويه هتقوم سايبنا وماش تدفع ضعفه مرتين وتمشي؟ لا، ولو ساب النادي فجاه ممكن النادي اصلا ما يكونش عنده بديل بقى لاشرف بن شرقي، مش مستعد. لا، الشرط الجزائي اللي هيتعمل ده هيخلص على مجلس الاداره لو اللاعب مشي. صح، واحد بحجم بن شرقي. صح، فانا ازاي حاطط الشرط الجزائي ده؟ انا مع مجلس الاداره او مع اللجنه اللي موجوده ان هو ما يوافقلوش على الشرط ده طبعا. هتجدد اهلا وسهلا، مش هتجدد اتفضل، ما فيش مشكله خالص، نادي الزمالك كبير. طب ما ساسي مشي وقلنا ساسي، الناس كلها قالت ساسي هيقع. امام عاشور صغير في السن، صح، لا في النواحي الدفاعيه احسن من ساسي 100 مره. ساسي لعيب كبير، بس في النواحي الهجوميه يعمل جول، يرقص ترقيصه كويسه، يحط بعينيها كويسه، يعمل شكل اداء كويس. لكن امام عاشور مجهود عالي جدا، بيقدر يدافع، بيقدر يهاجم، بيقدر يجيب اهداف، واهداف كمان شكلها حلو يعني ادى الدور على اكمل وجه، وما حسيناش ان ساسي مشي. بن شرقي يمشي، ايا كان مين اللي في فريق نادي الزمالك، اللي عايز يمشي يمشي. طيب انا عايز اسالك سؤال بقى، بس بصراحتك دي، انا دلوقتي عندي لاعب وعارف ان انا مش هعرف اجدد له، سواء اشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، يعني علي معلول، ديانج، اي لاعب اجنبي موجود في مصر، وانت مش قادر تجدد له او ضامن انك تجدد له، وهيمشي السنه الجايه فري. الفكره انك تروح تبيعه وتستفيد منه بقى ماليا، ما انت كده هيمشي منك فري، هيمشي منك ببلاش، وانت عندك قيمه كبيره زي ما بيحصل في انديه اوروبا. اول ما يحسوا ان اللاعب ناوي يمشي، خد قراره انه يمشي، لا بيعه في اخر سنه عشان تستفيد منه ماليا. ما يقدرش من الجماهير طبعا يعني. هو مش هيجيب، هو مش هيبقى هو متحمل المسؤوليه. في ناس كتير تقدر، اللي يعمل الصح بس يقدر. صح، يعني انت لو متفق مع هذا الامر. انا طبعا متفق تماما. انا حتى لو ببلاش، مش عاجبك نادي الزمالك امشي، هجيب احسن منك، ما نادي الزمالك اللي عملك. يعمل واحد تاني وتالت ورابع، بس لازم عشان تعمل كده يبقى لازم تحضر البديل كويس. صح. تحضر بديل رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 عشان ما تخلص واحد فيهم يبقى يقدر يشتغل ويبقى احسن من اللي مشي. واتمنى ان الزمالك ما يجيبش حد اقل من اللي هيمشي او اقل من الناس اللي موجوده عندك. هتجيب لعيب مش عايزه يقعد احتياطي، انا عايزه يلعب. لعيب سوبر بيلعب منتخبات وكمان عدد كبير من يعني لعب واشتغل بشكل كبير ورجله في الملعب وموفق، لان برضه حته اختيار اللعيبه دي عليها عامل كبير جدا. انت لما عملت فرقه كويسه دلوقتي خدت دوري، الاداء بشكل كويس حتى لو بتخسر ماتشات، بس انت شكلك كويس ودايما انت مستحوذ على الكوره ودايما انت ادائك جميل، الناس بتحب تتفرج على نادي الزمالك. لكن ما تجيبش لعيب مؤدي. صح. ما تجيبش لعيب يعني الفتره الاخيره بيتكلموا عليه يقول لك حشو. انا ادفع فلوس في لعيب حشو ليه؟ يعني هو بلغه الكوره يعني فاهم ان هو يعني ايه قاعد احتياطي موجود احتاجنا له ممكن يسد ماتش ماتشين او ما يبقاش مبلغه كبير، مبلغ قليل. ايه ده اهدار للمال العام. فانا مش مع كده، انا اختياراتك كلها تكون مظبوطه. مع لعيبه تقيله وكبيره في ارقامها سيبها، بص على الدرجه اللي تحت في جميع الدول العربيه. في مصر عندك هنا في الممتاز بيه في ناس تقدر تشيل وتقدر تشتغل، ما معظم الناس اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز بدأوا في أندية تحت، فمفيش مشاكل خالص. صح. عبد الحليم هاني علي ده هداف تاريخي بتاع نادي الزمالك، كان من الشرقية للدخان. فلا هي العين والناس اللي ونبعد عن موضوع البيزنس. دي حتة صعبة جدا، وموضوع وكلاء اللعيبة دي مأذياني جدا، هرجع لك ليها بس نروح لفاصل. لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن احمد صالح بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه بشرفني ومنورني النجم كابتن احمد صالح لاعب نادي الزمالك الاسبق، بنتكلم معاه عن حال نادي الزمالك تحديدا والوضع في نادي الزمالك. نادي الزمالك بمناسبه تطوير بعد ما كسب، وقلت لي الاحتفاليه والحاجات واللي حصل فيما يخص فوز نادي الزمالك بالدوري، بس برضه في حاجات من جوه نادي الزمالك. طبعا جهاز فني معاون يستقيل، كابتن احمد عبد المقصود الكابتن اسامه نبيه بيستقيلوا من الفرقه في وقت فيه انتصارات، يعني في الوقت اللي فيه انتصارات كله بيشبط في المنصب كله بيشبط في المكان، عشان انت كسبان. خسران ممكن تنط مثلا او تقول انا مش حابب المهم، انت كسبان. ايه اللي حصل؟ هي نواحي ماديه بحته. نفس الكلام، يعني مشكله كبيره النواحي الماديه. انت لو مدرب عام في نادي الزمالك، انا قلت لك هتختلف بين واحد والتاني. انت رايك ايه في اللي عمله كابتن اسامه بشكل واضح؟ ليه حق ومالوش حق. يعني هو بقاله فتره مستحمل، هو كمان اللي مشاه مش فلوسه هو او مكافئاته او قبض شهره او الكلام ده، هو صابر بقاله فتره كبيره ما عندوش مشكله. ده ابن من ابناء نادي الزمالك، وعلى فكره مدرب كبير جدا جدا طبعا، شخصيه محترمه جدا جدا. لكن هو اللعيبه بتروح تكلمه عايزين فلوسنا وعايزين حقوقنا. تم هو بيطلع للاداره مثلا، الدنيا برضو عندهم صعبه، مش قادرين يوفروا فلوس او الارقام كبيره جدا عليهم هم كمان. فمين اللي في الوش؟ هو كابتن اسامه نبيه. فما بيجي يتكلم مع اللعيبه ممكن يوعدهم او يتكلم معاهم، بس ما فيش المقابل او الكلام ده ما بيتحققش على ارض الواقع يعني. فاكيد هو شكله وحش مع اللعيبه، هو مش عايز دي. والمدرب لو بقى شكله وحش مع اللعيبه هتبقى مشكله كبيره، هتبقى بالنسبه لنا ما فيش مصداقيه بينك وبين اللعيبه، مش هيسمع كلامك فنيا. يعني اسامه بيقف على الخط، كابتن ممكن يبقى ورا اللعيب مش هيسمع كلامي، هيبقى متأذي مني اصلا يعني، مش هتبقى فيها مشكله طالما انت ما عنديش مصداقيه بينك وبيني. صح. هيبقى في كل شويه صدام بينك وبين اللعيبه، يا كابتن انت وعدتني، يا كابتن انت، يا كابتن بكره، طب بعد. الكذب وحش. فهي عمليه ماديه بحته في نادي الزمالك، لو توفر الماديات مع المجموعه اللي موجوده دي هيبقى نادي الزمالك هيعمل تاريخ كبير يعني. طيب في الراحلين، في ملف الراحلين والتعاقدات الجديده لنادي الزمالك، عايز ابدا معاك في الراحلين وتحديدا جنش. كنت متوقع رحيل جنش عن نادي الزمالك؟ متوقع، لان المشكله كانت مع مدير فني. المدير الفني هو اللي مش عايز جنش الفتره دي، فعايزه يطلع اعاره. يعني كان خطا برضو من يعني اللاعب عايز يلعب ونفسه يبقى موجود، ومنتخب مصر برضو عايز يروح لمنتخب مصر. جنش لاعب كبير طبعا، لكن المشكله الجاب اللي حصل بينه وبين المدير الفني، يمكن هو ده اللي الراجل طلب ان هو ما يكونش موجود، فمجلس الاداره برضو او اللجنه خلوه راح اعاره يعني. فده شيء كويس ان هو ما مشيش خالص يعني. برضو يعني قصه جنش محمد صبحي في اجوان موجوده. هو انا عارف ان هو في ناس بتطلع على سبيل برضو، انت عندك 3 اجوان او 4 حراس مرمى، بيطلع ممكن الناشئين او ناس صغيره في السن عشان يجيب فلوس، يعني مثلا اسامه فيصل طلع ب 4 مليون جنيه برضه رقم كبير جدا، مع ان انا برضه ما كنتش عايز اسامه فيصل يمشي للامانه يعني. انا اسامه فيصل هو ومصطفى محمد ومحمد شريف النادي الاهلي، الثلاثه دول في وجهه نظري اعلى ثلاث فراوده موجوده في الدوري المصري. مع احترامي الكامل لكل الفراوده وكلهم محترمين وكلهم بيأدوا بشكل كبير جدا، لكن ده وجهه نظري يعني. فكنت اتمنى ان اسامه ما يمشيش لان هيكون له دور موجود. لكن انت رجعت برضو عمر السعيد موجود. اسامه فيصل يشتغل سنه بره يعني، زي ما مصطفى محمد اشتغل سنه وسنتين. كان مصطفى محمد يرجع الزمالك تاني؟ يعني سمعت اكيد، قريت تصريحات مدير فني جراد سراي وهدد انه مصطفى قال لمصطفى محمد انت ممكن ترجع الزمالك تاني لو ما قدمتش مستوى كويس. هل انت تتوقع ان مصطفى محمد ممكن يرجع نادي الزمالك؟ لو رجع مكسب كبير طبعا لنادي الزمالك، لكن مصطفى هدفه احتراف خلاص. فلازم برضو تبص على البديل، طالما انت لعيب حط في دماغه موضوع احتراف مش عايز ارجع تاني، فاكيد هيشوف حته تاني. وانا كان في برضو حته تقريبا في فرنسا بيشوف برضو هناك كشف طبي او فمصطفى خلاص انا اتمنى له التوفيق، واتمنى ان هو ما يرجعش لمصطفى ان هو هدفه ان هو يحترف، يشتغل. عندك اسامه فيصل موجود، لو فرض هتجيبه تاني، لكن انت النواحي الماديه. انت اتكلمت على الافضل في مصر بس ما اتكلمتش على سيف الدين الجزيري. لا، سيف الدين الجزيري بدا مش كويس مع نادي الزمالك، لكنها بشكل كويس جدا جدا، وفرود كبير جدا جدا طبعا يعني. انا بحبه جدا لانه فرود كبير، لكن ممكن تبقى موفق في فتره ثانيه تبدا تشتغل فيها تبقى ثابت بشكل كويس. هو الفتره الاولى ما كانش موفق، الفتره الثانيه اول فتراته الاخيره وفق بشكل كويس، واللجنه اللي موجوده خلصته من نادي المقاولين، وده شيء كويس ان هو يكون موجود يعني. عوده حمدي النقاز لنادي الزمالك؟ لا، معترض عليها تماما يعني. لكن هو رجعه برضه بسبب موضوع الفلوس. حمدي امكانياته الكبيره ولعب بكرات عالي جدا جدا، لكن لا اتمنى ان هو يشتغل مع نادي الزمالك، اتمنى ان هم يعروه اعاره. ليه بقى مش عايز يشتغل؟ لان انت مشيت عشان الفلوس، انا عندي مبادئ كده معينه ما بحبش. انا كابتن احمد، وهكلمك بصراحه، انا لاعب محترف جاي من بلدي. طبعا نادي الزمالك كبير ونادي الاهلي كبير لا يعني كل الانديه في مصر كبيره وعظيمه وكلنا نحبها. انا لاعب بقى محترف جاي عشان خاطر مش على اللاعب خالص. انا حب النادي ومش حب النادي. لا مش حد، لا ما تتكلمش على حب النادي. هو ما بيحب مش حب النادي، هو حب الفلوس طبعا. هو حب النادي ده لو انت جدد تمام هنحط لك اي رقم تمام، ده حب النادي ماشي. لكن هتقول لي هتشترط على النادي تقول لي بحب النادي، مفيش حاجه اسمها كده. لا انت دلوقتي بتقول لي انا مش حابب حد النقاز عشان ادور على الفلوس. لا ده حقه. لكن هو هرب من نادي الزمالك يعني، ما خلصش عقده ومشي تجيبه تاني ما فيش مشكله، لكن ما سيبني ويهرب. انا يعني برضو الناس اللجنه اللي موجوده معذوره ان هي عايزه تجيبه عشان خاطر الماديات والشكوى اللي عاملها، وكان هياخد فلوسه كامله وتنازل عنها، هم جابوه عشان الحته دي. لكن اتمنى خلاص انت عملتوا الخطوه دي، اتمنى بقى يروح اعاره، لان الجماهير كلها الدنيا صعبه جدا معاه يعني، فهيأثر عليه هو، على ادائه هو في الملعب. اللعيبه الجماهير هتزوم عليه دايما، مش تبقى راضيه عنه، فهتبقى فيها مشكله. لكن انا لا خلاف على النقاز ان هو باك رايت كويس جدا. يلعب هو حمزه المسنوسي لو فرضا يعني الاثنين فضلوا، ينفع يلعب هم الاثنين على خط واحد؟ لا صعب جدا، الاثنين ما يعرفوش يلعبوا غير باك رايت. باك رايت ما حدش يلعب فيهم جناح. لا الامكانيات الاثنين ما ينفعش جناح طبعا. الاثنين ما فيهمش ولا واحد. لا طيب ايه تاني كنت شايفه ناقص في الزمالك وشايف ان الزمالك لحد دلوقتي لسه ما عوضوش في تشكيله الفريق؟ يجيب حد في نص الملعب، ديفندر كمان، ديفندر اللي هو بيلعب على قدام، لا زي ساسي كده، النواحي الهجوميه اعلى شويه من النواحي الدفاعيه، لان انت عندك ما يبقاش كل الناس شكل بعض. في اثنين بيدافعوا بشكل قوي جدا جدا وقوه وسرعه، لكن عايز حد كمان بيدافع بس فنياته كمان عاليه يعني. يعني يقدر يشغل اطراف، يقدر يشغل كره بينيه، يقدر يحط الراس حربه، يروح ويشوط، يروح يعمل كره كده يعني. لكن مش عايز يبقى كل الناس شكل بعض، ما ينفعش يبقى يكون عندك كل الديفندرات شكل واحد يعني. الشكل الثلاث انديه صاعدين هذا الموسم للدوري الممتاز، بنتكلم في فاركو وفيوتشر والشرقيه للدخان. شايف الدوري السنه الجايه سخن، شايف الدوري السنه الجايه مثير قوي، كل الانديه دلوقتي بقى عندها او معظم الانديه عندها قوه شرائيه كبيره جدا، فشايف الدنيا هتبقى عامله ازاي الموسم اللي جاي؟ ما هي المشكله مش بيبقى عندك قوه شرائيه بس، ما انت ممكن يكون عندك قوه شرائيه لكن متاخده في حته ثانيه، تجيب بعض اللعيبه كويسه والباقي محطوطين كده ان انت بتشتري وارقام كبيره عشان خاطر في بعض الحاجات بتحصل يعني. لكن ان فرقه تعمل فرقه من غير بدون بزنس وبدون مصالح، اعتقد دي تمشي كويس بشكل كويس. والعين لازم تكون كويسه، العين اللي بتختار اللعيب ده لازم تكون عين كويسه، يعني يعمل فرقه، لان مش اي مدير فني بيعرف يعمل فرقه خالص. يعني في مدير فنيين لو عمل فرقه يبوظ الفرقه، اللي هو يلم لعيبه بس. تمام. وممكن يراضي ده ويراضي ده، بيعمل فرقه الدنيا ضايعه، بتروح الدنيا خالص. الجماهير اللي بتشيل الموضوع والنادي اللي بيتكلف وبتتحمل المسؤوليه طبعا يعني. وتبقى في مشكله. السنه الجايه تنافس اهلي وزمالك بس، ولا شايف ان في ممكن يبقى في تنافس؟ لا، مع احترامي الكامل لجميع الانديه، هو اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. اتكلمنا وقت ما بيراميدز طلع وناس كتير اختلفوا معانا، لكن برضه بيراميدز ممكن ياخد كاس، ممكن ياخد بطوله فرد، يعني حاجه اللي هي حاجات سريعه، لكن دوري عام هو اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. حتى مع وجود الكابتن ايهاب جلال مع بيراميدز، حتى مع وجود الكابتن ايهاب جلال مع بيراميدز، مش حاسس ان الفرقه هتفرق السنه الجايه؟ لا تتحسن طبعا، هو راجل مدرب كبير وبيلعب كره كويسه جدا، ومن الناس اللي بيحافظ لعيبته شغل، النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه، النواحي الخططيه، بيشتغل بشكل كويس جدا جدا، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا، لكن يبقى الاهلي والزمالك طبعا. الاهلي والزمالك طبعا محسوب. السنه اللي جايه مقتنع انه الاسماعيلي، المصري، الاتحاد، الفرق الجماهيريه تحديدا يعني مع غزل المحله طبعا هيبقى ليهم شكل كبير في الدوري، ولا شايف انه فيهم هيبقى الاسماعيلي مثلا ممكن يواصل المعاناه، المصري يتراجع مع رحيل الكابتن علي ماهر، غزل المحله ممكن يبقى عنده مشكله مع رحيل الكابتن خالد عيد، مع كامل الاحترام للموجودين كلهم دلوقتي، شايف شكل الانديه الجماهيريه الموسم اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ شكل الانديه الجماهيريه لو عندها فلوس وامكانيات تقدر تجيب لعيبه، هي رقم واحد في المنظومه كلها لعيبه الكوره. المصري والاتحاد عاملين سوق انتقالات قوي جدا بالمناسبه. المصري نهى بشكل كويس جدا جدا مع علي ماهر، يعني انا كنت اتمنى ان هو يكون موجود ويكمل مع فرقه نجح بيها. كابتن حسام حسن في الاتحاد نجح نجاح كبير مع نادي الاتحاد طبعا، هو مكمل. اتمنى الفرقه اللي بتعمل تيم كويس، او الصفقات اللي بتجيب صفقات على قد احتياجاته بس، مش بجيب صفقات وخلاص، لان في بعض الناس ممكن يجيب لك مثلا 3 راس حربه مثلا ويجيبهم 3 كلهم شكل واحد. لا، في واحد هيجيب المدير الفني الشاطر، يجيب واحد محطه كويسه، واحد ثاني بيلعب كوره، واحد ثاني بيلعب عنده قوه وسرعه، على حسب كل مدير فني ما بيختار لعيبته. نفس الكلام نص ملعب، نفس الكلام باك رايت، ما يبقاش كل اللعيبه مثلا الاطراف اللي عندك طرف 2 اطراف مثلا بيجيب لك 2 لعيبه كوره، لا، في وقت هتجيب فيه لعيب قوي جدا وعنده حته سرعه، واحد ثاني هيبقى من لعيبه الكوره الكويسه قوي، ممكن على ارضك بتحتاج ده، بره محتاج السرعات، هتلاعب الراجل اللي هو السريع والقوي ده هجمه مرتده، يعني بتبقى على حسب فكر مدير فني في اختياراته للعيبه اللي بيعملها يعني. طيب، عظيم جدا. عايز اسالك على منتخب مصر، ومنتخب مصر تجربه جديده مع كارلوس كيروس المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر، توقع تجربه ناجحه، والجهاز المعاون اللي اتعين مع الكابتن مع كارلوس كيروس، حاسس ان الموضوع هيبقى فيه توفيق ولا لسه فيه شويه لخبطه في المنتخب؟ لا، اعتقد انت عندك لعيبه مميزه جدا موجوده تشتغل، هم لو كانوا يشتغلوا مع كابتن حسام البدري معسكرات بس، انت مع كابتن حسام بدري ما اشتغلوش من شهر 3، ما عملوش ماتشات وديه حتى او تجمع حتى، لكن خلاص فتره كابتن حسام احنا بنشكره على الفتره اللي قداها، لكن الراجل هنا دلوقتي انت عملت له معسكر، طلب معسكر في ثانيه، اتعمل معسكر. كان لازم الكابتن حسام يطلب معسكر ويصر ان هو يتعمل معسكر، فهي راجعه للمدير الفني، طلب معسكر، هيشتغل معسكر، اختياراتك للعيبه اللي موجوده معاك هيقدر يشتغل. انا يعني ايا كان بقى الجهاز اللي موجود معايا بتبقى راجعه للراجل اللي هو رقم واحد، وفكره وشغله ده اللي هيبان الفتره الجايه، لكن طالما بدات بمعسكر اعتقد انت الفتره الجايه هتبقى احسن شويه. انت طول الوقت بنتعامل معاك او بنتكلم على الكابتن احمد صالح حتى في الغرف المغلقه، يعني احنا بنتكلم في مشروع مدرب كبير ومدرب محترم. فين انت بقى من الماركت بتاعنا؟ انا لسه ماشي من سموحه مع كابتن سامي، فانا ماشي في توقيت وحش شويه، يعني اخر 3 ماتشات في الدوري، ودي كانت عجيبه شويه، لكن دي حاله كوره، يعني انت المدرب اول ما بيمشي بيتعرض عليها حاجات، لكن مش حاجات، انا من الناس اللي ما بشتغلش وخلاص، يعني مش اي حاجه بتجيلك، لو ما فيش فلوس للعيبه مش ليا، انا ما بكلمش في مرتب ليا خالص، عمري ما اتكلمت في مرتب ليا نهائي، لكن بشوف اللعيبه هتقدر تاخد فلوسها ولا مش هتقدر، لان انا من الناس اللي هي لو اديتك وعد خلاص ما اقدرش اخلف معاك، لو اديت وعد اللعيبه وما فيش فلوس، انا ساعات كنت بدفع من جيبي وانا ماسك ممتاز بيه. مثلا بعد الماتش في مكافاه كذا، اكلم مجلس اداره مثلا يقول لي طب هتاخر، اصل ما فيش، اصل ده احنا مش عارف ايه ده، اروح دفع من جيبي عشان التزمت بكلمه. اللي حصل معاك ايه في سموحه؟ لا انا ما اعرفش حصل ايه في سموحه، يعني انا بكن لهم كلهم كل حب واحترام، لان لحد انا ما مشيت اخر يوم انا مشيت في ماتش الجيش 4-2 كسبنا الجيش 4-2، علاقتي بهم لحد ما مشيت كويسه جدا بكل الناس من اول بتاع الامن لحد اخر واحد في النادي. ما اعرفش يعني اتقال عليا بقى كلام كتير. ايوه ما اكيد اكيد انت تعرف يعني، برضه ما تعرفش دي اللي هو ايه. انا لو بكره قالوا لي مثلا كريم بكره انت مش معانا في القناه، هبقى فاهم ان انا في حاجه 1 2 3 4 هي السبب اللي حتى لو ما حدش قالها لي، بس هبقى فاهم. لا اعرف ان هي لو انا عارف حاجه اعرف ان هي في مصلحتي. مش هقول لك اكتر من كده، لو انا مشيت يبقى مشيت عشان حاجه لمصلحتي، لكن اللي طلع كله ان انا عملت حاجات على الدكه، بتمنيت الفرقه تخسر، حاجات انا قلت يعني حاجات صغيره بتاعت ناس صغيره. وكابتن سامي عارف العلاقه اللي بيني وبينه، ما انا مش عارف التفاصيل يعني، الكلام اللي طلع صغير. ما ينفعش لعيب، ما ينفعش مدرب عام يمشي بسببه يعني. وبعدين انت كنت مركز 14 اول ما رحت، احنا هنا الرابع واحنا مع بعض كلنا. صح. يعني فلو انا بتاع مشاكل وانا مخلي الجهاز في مشاكل بينهم وبين بعضه، ومخلي الجاب بين اللعيبه، يعني هنبقى ناهين رابع ازاي؟ وازاي الاعلام ما عرفش ان انا عامل مشاكل مع احمد سامي؟ طب وانا لو احمد سامي عامل معايا مشاكل ما مشانيش ليه من بدري؟ طب العلاقه بينك وبين الكابتن احمد سامي دلوقتي عامله ازاي؟ لا هو ما كلمنيش من يومها، هو بعت لي مع مدير شؤون اللاعبين واحد حبيبي كده في النادي اسمه كابتن عمرو، شخصيه جميله جدا وشاطر جدا يعني. قال لي كابتن سامي خلاص مش محتاج الفتره اللي جايه، وانت عقدك كده كده خلص بعد 10 ايام ولا حاجه، كان عقد كده كده يخلص كمان بعد 10 ايام يعني. فاتوك تمام، بتمنى لكم التوفيق وبتمنى لكابتن سامي والمجلس الاداره والناس كلها. لا انت ما فكرتش تكلم كابتن احمد سامي تقول له ايه اللي حصل؟ طبعا ولا اكلمه ولا اكلمه ولا اكلم اي حد طبعا، لان انا واثق في نفسي بفضل الله، واثق في شغلي، واثق في من جوه، انا من جوه حاجه نظيفه جدا، ما حدش يقول على نفسه كده، بس انا الحمد لله كده، لاني بنام مش حاطط في دماغي حاجه لحد خالص، حتى لو انت ظلمتني. انا ظالمني كتير جدا في حياتي، في حياتي الشخصيه او في حياتي العمل، ولا بفكر في الكلام ده خالص. يعني ما بشغلش بالي، فواحد زي كده مش هيفكر انا مشيت ليه. هم اللي خسرانين والايام بينا، لكن بتمنى لهم التوفيق كلهم طبعا، لان هم الناس كلها اتعاملوا معايا بشكل كويس جدا لحد انا ما مشيت. انا من وقت انا ما مشيت ما اعرفش ايه اللي حصل. طب ما حدش كلمك؟ لا من الاداره ولا من جهاز فني ولا من اللاعبين، يعني حدش اتكلم معاك قال لك ايه اللي حصل او في ايه الوضع؟ لا كل واحد خايف يتكلم برضه يعني، هيخافوا يتكلموا. في ناس كتير كلمتني طبعا، كلهم ناس محترمه جدا يعني، وكذا لعيب برضه كلمني. الناس كلها بتتكلم على استحياء يعني، ما هو مش عارفين ايه اللي حصل. بس انت قلت لي العلاقه بينك وبين الكابتن احمد سامي علاقه لحد ما مشيت، لحد ما مشيت كانت علاقه كويسه جدا. طب ما بما ان العلاقه بيننا كويسه، اكيد في حد فينا هيبادر ويكلم التاني، يعني يقول له، يعني انت مثلا هتقول له يا كابتن سامي هو ايه اللي حصل؟ كابتن سامي يقول لك انا زعلان منك عشان عملت حاجه فلانيه. لو العلاقه كانت كويسه اصلا من قبل كده. لا كويسه جدا. انت بتقول لي كويسه جدا جدا، فما ما ينفعش يتعمل لها شيفت كده بسرعه تتنقل لعلاقه سيئه جدا يعني. اكيد مش سيئه ولا سيئه خالص يعني. دلوقتي انتوا ما بتتكلموش صح؟ مش ما بتكلمش، ما فيش مجال بينا نتكلم، هو في شغله. حلو انت طبعا مشيت من الفرقه تمام، الطبيعي هرفع التليفون مين؟ لا احتراما مين اللي يكلم مين؟ اي حد فيكم. لا ما العلاقه كويسه بينكم. لا ما العلاقه كويسه طبعا. بس انا ما عمري في حياتي ما صغر نفسي. انا انت مشيتني وقلت لي شكرا مش عايزك، بشكرك كابتن سامي، بشكر بتكلم عليك كويس كمدرب، بتكلم عليك كشخصيه لحد ما مشيت. وانا بتكلم معاك كويس اهو. انا حاله لحد ما مشيت كابتن احمد سامي، يعني مش هو الراجل، ما فيش غلطه عملها معايا. بس بتقول لي هو اللي هيبقى خسران كشغل وكشخصيه، لان مش هيجيب حد مع احترام الكامل لكل الناس يحافظ عليه زي ما انا كنت بعمل فنيا وحواليه. مش هتكلم اكتر من كده. لكن بتمنى له التوفيق، وبتمنى للناس كلها اللي موجوده. انا مش بتكلم على الناس اللي موجوده، لا طبعا ده كلهم ناس حبايبي ومحترمين كلهم يعني، كلهم حاجه زي الفل ومدربين شاطرين جدا وكويسين جدا، لكن انا بكلمك عليا انا. انا ما صغرش نفسي ابدا ابدا. ده لو مش هلاقي اكل واشرب. انت قلت لي شكرا، المفروض مين اللي يبلغني؟ مين؟ احمد سامي. انا قاعد معاك قاعدين نهزر قبل الماتش، الجيش بنهزر هزار غير طبيعي قبل الماتش، اول مره تحصل. ونازلين نلعب ماتش وكسبانين. بعد الماتش يا احمد شكرا، انا حتى اللي كلمني بيقول لي هو انت اتخانقت مع الكابتن؟ انت عملت مشكله؟ انا بلغنا ان انت عملت مشكله. قلت له يا ابني والله ما اتكلمت مع حاجه يعني، الراجل واقف على الخط وانا قاعد على الدكه. بقوم له بس مثلا لما احمد عبد القادر جاب جول او تغييرات او في بعض التفاصيل كده مفيش حاجه خالص. ما ده اللي انا مستغرب. معلش ممكن تشرح دي تاني يا كابتن احمد النقطه دي، عشان واضح ان هي دي نقطه مربط الفرس مربط الفرس النقطه اللي هي بتاعه تغيير احمد عبد القادر. ايه اللي حصل؟ لا ده مش مربط فرس خالص. لا احمد جاب جول فكان معترض ان هو يعني مش معترض، متضايق ان هو قاعد احتياطي يعني فلما جاب جول ف جابت الكاميرا جابت حاجه كده، فقمت قايم للكابتن سامي جري لو سمحت يا كابتن سامي الكاميرا عليك، فلو سمحت ايه اهدى دلوقتي جوه اعمل اللي انت عايزه. قال لي طيب تمام يا احمد. لا استنى، يعني دلوقتي بتقول لي ان احمد عبد القادر، انا سيبك من احمد عبد القادر دلوقتي. لا ما انا فاهم انا بكلمك في اخر تفصيله بينه وبين الكابتن سامي، ده اللي حصل بينه، ده اخر حاجه بينه وبينه. قلت له ما تتكلمش دلوقتي يعني على اساس احافظ عليه عشان الكلام ما يحصلش، ما نكبرش المشكله. بس عايز ارجع للموقف يعني احمد عبد القادر في اللحظه كان بيشاور فيها ديت، كان بيقول له اسكت تقريبا، كان ده الكلام اللي الكابتن احمد سامي او كان في اشاره. لا مش اسكت، هو عشان جايب جون فعايز يعمل اي حاجه. انا يعني ما اقعدش احتياطي. ايوه لا عارف ليه بسالك على النقطه دي؟ معلش هي نقطه فرعيه تمام، بس انا سالت فيها احمد عبد القادر وسالت فيها الكابتن سامي، واحمد عبد القادر قال ان هو كان بيشاور لحد في المدرجات. دي ماليش علاقه بيها مش بتكلم في دي، انا ماليش علاقه بيه تمام. احمد عبد القادر لعيب كبير واتمنى له يا رب التوفيق مع نادي طبعًا. الاهلي طبعا، وهو شخص ذكي شخص بيعرف يتكلم، شخص عارف اللي بيعمله. لا هو لاعب رائع جدا لا كمان كملعب صح، فحاجه جميله جدا انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. فانت قلت للكابتن احمد سامي اهدى ما تتنرفزش دلوقتي عشان يتكلم. انا حسيت ان عبد القادر انا عارف ان هو متضايق، انا كلمته بين الشوطين قبل ما ينزل. انت ركز، انت هتكسبنا، انت هتكسب شويه حاجه كده. انا بهيئه نفسيا عشان ما ينزل ما يكونش ايه او قاعد مركز في ال في ال في ال في الجيم يعني او في الشغل اللي حصل، عشان الناس اللي هتلعب عليه ممكن بعض اللعيبه تبقى قاعده مش مركزه في النواحي التكتيكيه في الملعب، بينزل مش شايف. لكن هو لما يقعد اللي بيلعب عليه اللي هينزل يلعب عليه مميزاته او عيوبه يقدر يشتغل بشكل كويس. اما جاب جول هو عايز يعمل رد فعل او حاجه، دي ما كانش انا مش مركز من بعيد، لكن مصطفى فتحي راح خده كده انا التفاصيل دي بقى هو مصطفى فالكابتن احمد سامي رايح يتعصب. انا رايح فانت عايز تلحق الكابتن احمد سامي، انا عايز الحق الكابتن عشان ما يعملش مشكله على الكاميرا فهدي خلاص قال تمام مفيش حاجه خالص. هو خلاص هو بقى ما يعرف بقى بعد كده هو عمل ايه او ما عملش ايه، دي مش بتاعتي دلوقتي يعني ده اخر تفصيله بيني وبين الكابتن سامي. لو انا عايزه يخسر او عايزه يبقى شكله وحش، طب ما انت هتمشي وانا همشي، ما انت اللي جايبني صح، يعني اللي بيوصله كده صح، ما انا همشي وانت هتمشي، ما انت اللي جايبني، كابتن سامي اللي جايبني. هل الكابتن احمد سامي حس باي تاثير ليك او تدخلات ليك فنيه مع الفريق فدي كانت حاجه ضايقته مثلا؟ اطلاقا انا ما بتكلمش خالص مع الفرقه خالص هو يعني من الناس الكويسه. انا ممكن نتكلم في الاوضه في شد وجذب في الاوضه بس بيننا وبين بعض على فلان يلعب او فلان ما يلعبش، ده الطبيعي بتاع مدرب عام او مدير فني طبعا. لكن قدام اللعيبه ما بتكلمش خالص، لو سالت اي لعيب ما بنطقش قدامهم خالص على هو في مدير فني واحد، لان ما ينفعش يكون في مدير فني ومدرب عام في تنافر بينهم او شد، ما ينفعش طبعا. طيب بمناسبه سموحه ادي ده الموقف، دي المباراه اللي كان فيها الاعتراض بتاع عبد القادر تقريبا ولا مش هي؟ ده الجول اللي هيجيبه احمد عبد القادر وبعد كده يعترض يا كابتن احمد، هو ده اعتقد يعني هي دي. انا فاكر اللقطه، اصل ساعتها كان معايا لقاء مع احمد عبد القادر والكابتن احمد سامي، كنت في اسكندريه، واحمد عبد القادر قال لي انه كان بيشاور لحد السوشيال ميديا كده بيشتمه في المدرجات، والكابتن احمد سامي قال لي لا مفيش حاجه، مش دي قضيتي برضو. ممكن ممكن يكون الكابتن سامي فاهم حاجه، فانا قايم اكلم الكابتن سامي عشان ما يروحش يعمل ايه انا بحافظ عليه. ده كان اخر موقف بيني وبين الكابتن سامي. طيب عايز اسالك على احمد عبد القادر، احمد عبد القادر هيبقى اساسي اهلي، امكانياته تاهله لده دلوقتي ولا محتاج شويه وقت؟ لا امكانياته تاهله ان هو يبقى اساسي، على الناس اللي موجوده حاليا مش على الصفقات اللي جايه لان يعني في ناس افارقه جم يعني برضه هم على حسب بقى شغل احمد. انا عارف ان احمد حتى لو ما بداش هيشتغل بشكل كويس، ما ينزل هيأدي بشكل كويس اتمنى له التوفيق. لعيب مهم جدا في النواحي الهجوميه، بيقدر يصنع جول او يجيب جول، فهو عنده الحته النزعه الهجوميه عاليه جدا عنده. احسن مكان يلعب فيه احمد عبد القادر ايه؟ هو طرف او تحت تحت المهاجم. مصطفى فتحي عودته للزمالك بعد ما انتوا خليتوا مصطفى فتحي يرجع تاني، مصطفى فتحي هيفيد نادي الزمالك السنه الجايه؟ يفرق مع نادي الزمالك كتير لو بدا اساسي واشتغل فتره لان مصطفى برضو هو راجع كبير دلوقتي، راجع في منتخب مصر طبعا، راجع عنده ثقه في نفسه، جماهير الزمالك كلها عندها ثقه فيه دلوقتي. فاتمنى ما يعني برضو بس فيها صعوبه برضو، لان انت عندك زيزو وبن شرقي وباما او الناس اللي موجوده في نادي الزمالك برضو ناس ثقيله جدا جدا. صح. هيجي له وقت انه هيلعب، لان الموضوع صعب في نادي الزمالك على عكس اي نادي ثاني. يعني اللعيبه اللي عنده النواحي الهجوميه حته صعبه جدا جدا. هي راجعه بقى لمصطفى زي ما بيشتغل كان معانا في سموحه، لازم يشتغل مرتين مع نادي الزمالك. مع نادي الزمالك. مفهوم. كابتن احمد صالح، انت دايما بتشرفني وبتنورني، انا انبسطت جدا بلقائك حبيبي. انا دايما ببقى سعيد معاك وبتمنى لك دايما التوفيق وبشكرك جدا. اشكرك يا كابتن احمد، اشكرك، شرفت ونورت. لسه مكملين مع حضراتكم هذه الحلقه من بي اون تايم. بعد الفاصل محمود ضياء وكلام كتير عن الملاعب الاوروبيه، الدوريات الاوروبيه ودوري ابطال اوروبا. خليكم